الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف نجمع بين الأدلة العامة في قبول التوبة وبين الحديث الذي يقطع التوبة بخروج الدجال أو الدابة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أقول لا إشكال بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وبين الحديث الذي ذكرته وفقك الله من أن ثلاثا إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذكر منها الدجال. ووجه الإشكال هنا، وهو الذي تسأل عنه وفقك الله: كيف لا تنفع توبة ولا إيمان بعد خروج الدجال وهو قبل طلوع الشمس من مغربها؟ فالحديث يدل على أن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس منه، وحديث آخر يدل على أنه بعد خروج الدجال لا ينفع نفسا إيمانه. يا أخي، لا بد أن تعلم أن الأصل العام هو أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس منه، أي من مغربها، لا يقفل باب التوبة أبدا، فلا يزال الله عز وجل يقبل توبة من تاب حتى تطلع الشمس من مغربها، كما في الحديث الذي ذكرته لك: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فهو على عمومه ولا تخصيص فيه، لا بالدجال ولا بغيره. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذان دليلان يدلان على أن باب التوبة مفتوح للجميع قبل الدجال وبعد الدجال. ولكن كيف نفعل بالحديث الآخر؟ أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الأمر لا إشكال فيه، وهو أن الحديث الأول يشير إلى نهاية العالم حقيقة بطلوع الشمس من مغربها، وفي هذه الحالة لا تنفع التوبة إلى قيام الساعة. أما في الحديث الآخر الذي ذكرته ففيهما إشارة إلى ضرورة المبادرة بالأعمال قبل وقوعها، بالأعمال قبل وقوع هذه الأشياء الثلاثة: قبل خروج الشمس والدجال والدب. لأنه لا يخفى على شريف علمك وفقك الله أن الدجال يأتي معه بفتن عظيمة لا تطيقها نفوس ضعاف الإيمان